لأنه هذا الهدف من هذا هو إيجاد نوع من البلبلة والفرقة في الصف الوطني الذي تحدد وتعاون وتوحد في مواجهة الفساد والظلم والبغي والطغيان الذي تسير عليه هذه سلطة هذا النظام. ليس الهدف من هذا هو تقديم حوار مع الشريك، بدليل أنه لم يعترف بالقضية الجنوبية أصلا، ولم يقل أنه في هناك أزمة في الوحدة، ولم يقل أنه في هناك أزمة سياسية وأزمة اقتصادية طاحنة وأمنية طاحنة في البلد. لم يعترف بشيء، كل شيء وردي وكل شيء جميل. والله أنا كل أتوجه للأخوة في الحراك الجنوبي السلمي أن يكثفوا من وحدتهم ونضالهم السلمي، وأكرر السلمي، ويتشبثوا بالسلمي، لأن السلطة تحاول أن تدفع بهم نحو منحى آخر. يجب أن يبذلوا كل الجهود نحو فك الارتباط. لا، السلطة تدفع بأن لتصعيد الوضع من الناحية الأمنية العسكرية. لا، أقصد أنت يعني تناشد الجنوبيين لفك الارتباط. تصعيد النضال الجنوبي، طالما السلطة لا تعترف بالقضية الجنوب ولا تريد أن تناقش قضية الجنوب ولا تناقش أزمة الوحدة، فيبدو أنه ما في أمامهم إلا النضال على هذا الطريق. اللقاء أجراها الزميل وديع منصور في نشرة